اقتصاديا، نقل وزير المالية محمد لوكال خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2020 على نواب البرلمان إنه يأتي في ظرف خاص يطبعه التذبذب الطاقوي على المستوى الدولي، موضحا أن التطورات الحاصلة في التجارة الدولية زادت من تفاقم اختلالات الدول المصدرة للنفط، ومشيرا كذلك إلى أن الأمر أضحى يستلزم تنويع اقتصادات تلك الدول. إعداد هذا النص يأتي ضمن سياق خاص يطبعه على المستوى الدولي تذبذب في سوق الطاقة الذي زاد على وجه الخصوص من هشاشة الدول المعتمدة على تصدير المحروقات. كما يتعين التذكير بأن خزينة الدولة تخضع منذ السداسي الثاني لسنة 2014 لضغوطات كبيرة دفعت السلطات العمومية ابتداء من الثلاثي الأخير لسنة 2017 إلى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لمواجهة العبء المتزايد للحاجة إلى تمويل الخزينة.